أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المشاهد نت: خوفا من غارة التحالف، الليل هو الوقت المناسب للصيد في الحديدة. من عدن الغد: ميليشيا الحوثي تكرم طفلا قاتل في صفوفها برشاش آلي. صحيفة بريطانية تقول ترامب يتصرف كفتا في الصف الخامس من الدراسة. أهلا بكم. رحلة مليئة بالأخطار يشقها الصياد حسن يامي ذو 45 عاما قبلة سواحل الحديدة، يبدأ بإشراع قاربه الساعة 3 فجرا وكالمعتاد ممارسا مهنة الصيد التي أضحت مليئة بالدم، حملا روحه على كفه خوفا من الموت بقصف قوة التحالف التي لا تفرق بين قوارب الصيادين البسطاء وقوارب مسلحي الحوثيين التي تستهدف بوارج التحالف الحربية. وأصبح هم حسن الوحيد هو جلب لقمة العيش لزوجته وأبنائه الستة، حيث يعمل تحت جنح الظلام قبالة شواطئ محافظة الحديدة. يقول حسن الذي يمتهن الصيد منذ كان طفلا صغيرا لموقع المشاهد نت: الصياد في الحديدة يعمل بمهنة تحمل كل لحظة الموت، فخطورة المهنة لا تقتصر على المجهود الجسدي والعناء اليومي، فقد أصبح البحر يعج برائحة الموت. ويضيف بأسا أن الصيادين في الحديدة تعرضوا لإصابات وآخرين قتلوا ثمنا لهذه المهنة، فيما تم اعتقال آخرين ومنهم بعض أقاربي الذين أفرجت عنهم السلطات السعودية بعد 5 أشهر من الاعتقال ليزج بهم الحوثيون في السجن دون أي ذنب اقترفوه. ويتابع: لم تقتصر خطورة رحلة الموت التي نخوضها على الاستهداف المتكرر من قبل بوارج التحالف والطائرات أو الاعتقال، فالصيادون هنا يواجهون أخطارا من نوع آخر تتمثل في الألغام البحرية التي زرعها الحوثيون. نطالع من عناوين الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم: مراقبون، الحكومة تبيع الوهم للشعب، ولو كانت جادة لقررت العودة إلى الوطن. ومن عدن: الانتقالي يدشن الانقلاب على الشرعية بدعوة مسلحيه للمشاركة في الاحتجاجات. وفي الضالع: أنصار الانتقالي يشعلون الضالع بالاحتجاجات ويهتفون لأول مرة ضد التحالف. ميدانيا: الجيش يسيطر على جبل ذيبان وعدد من المواقع في حيفان تعز. أحد مستشاري الرئيس هادي يقول للصحيفة: هناك اختلال في علاقة الشرعية بالتحالف، لابد من إصلاحها ويجب تشكيل حكومة مصغرة. التقرير ومشاورات جنيف للسلام في اليمن، تحت هذا العنوان كتب محمد علي السقاف مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: قبل عدة أيام قليلة من موعد عقد مؤتمر السلام في جنيف في 6 سبتمبر، صدر من جنيف ذاتها في 28 من أغسطس الماضي تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلق باليمن. اللافت في النظر توقيت صدور هذا التقرير الذي أثار الصدمة والجدل لدى أطراف النزاع اليمني، وبوجه خاص من قبل الشرعية ودول التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية وشريكتها الإمارات العربية المتحدة. هل المقصود من ذلك استخدامه كورقة ضغط على طرفي النزاع المتمثل بالحكومة الشرعية والحوثيين، أم أن الهدف منه إحراج مارتن جريفيث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لوجود نوع من التكامل والتنافس بين هيئات الأمم المتحدة؟ صحيح أن هيئات الأمم المتحدة محددة اختصاصاتها في ميثاق الأمم المتحدة نفسه، ولكن هذه الهيئات والوكالات التابعة لها تستغل أحيانا في ظروف معينة لاستخدامها من أجل تطبيق وتجاوز بعض التعقيدات الدستورية في الميثاق لحل بعض القضايا الشائكة، كما حدث أثناء الحرب الباردة ومؤخرا في نطاق محدود بإحالة بعض القضايا من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تفاديا للاستخدام المفترض للفيتو. لا شك أن المشاورات القادمة في جنيف لن تكون فرص نجاحها مضمونة، من حيث تأكيد جريفيث أن محادثاته ستنطلق من نتائج اللقاءات السابقة بما فيها مؤتمر الكويت،
مع الأخذ في عين الاعتبار التطورات اللاحقة التي حدثت منذ 3 سنوات والعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216. فلا نتائج محادثات الكويت ولا القرار 2216 يحظيان بالموافقة لدى الحوثيين، مما يجعلنا نتساءل عن مصير مشاورات جنيف التي سيكون توقيت صدور التقرير الأممي قد ساهم في رفع درجة التشاؤم في فرص نجاح المؤتمر. بالأمس طالعنا خبر اعتقال 8 مواطنين من محافظة إب لأنهم كانوا في الضالع، واليوم نطالع اعتقالات جديدة حيث عنون موقع الصحوانت. ميليشيا الحوثي تختطف عددا من المواطنين في النادرة بإب وتنصب حواجز جديدة. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي الانقلابية نصبت نقاطا جديدة لها في مديرية النادرة واختطفت عددا من المواطنين واقتادتهم إلى سجون تابعة لها شرق محافظة إب. وقالت مصادر محلية للصحوانت إن ميليشيا الحوثي في مديرية النادرة نصبت نقطتين جديدتين بين قرى مخلاف الشعر. ويضيف الموقع أن ميليشيات الحوثي في نقطة قطن بمديرية النادرة أقدمت على اختطاف مواطنين من أبناء المديرية في ظل انتهاكات متواصلة يمارسها أفراد النقطة على المسافرين من أبناء المديرية. يتابع الموقع ارتفع عدد المختطفين من أبناء مخلاف الشاعر وقرى أخرى في مديرية النادرة اليومين الماضيين إلى أكثر من 20 مختطفا، ونقل أكثر من 16 منهم إلى سجون الميليشيا بمدينة إب. تواصل ميليشيا الحوثي الدفع بصغار السن إلى جبهاتها وتعمل على تشجيع الأطفال للاتجاه نحو الموت، عنوان موقع عدن الغد. المشاط يكرم طفلا بسلاح رشاش نظير مشاركته في القتال مع جماعة الحوثي. قال الموقع إن رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لميليشيا الحوثي مهدي المشاط كرم طفلا بسلاح رشاش نظير مشاركته في القتال بصفوف الجماعة. ووفق ما نشره ناشطون فقد كرم المشاط الطفل عيسى العكدة ومنحه سلاحا نظير مشاركته في المعارك الدائرة بجبهة ناطع بمحافظة البيضاء، وهو ما يؤكد إصرار الجماعة على تجنيد الأطفال في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والطفولة. لا يستقيم الظل والعود مائل، تحت هذا العنوان كتب يسلم البابكري مقاله المنشور في الصحوانت مضيفا في أجزاء من المقال. النخب السياسية والاجتماعية اليوم مطالبة بالتوجه نحو الشعب، تحمل معه بعض الحمل الثقيل الذي فاق طاقة الناس على التحمل مع هذا الانهيار المخيف للعملة والاقتصاد. هذه النخب التي جاءت من عمق المجتمع لا يجوز لها بأي حال أن تدير ظهرها له، فالوضع بات على قدر كبير من الخطورة. صحيح أن البلد في حالة حرب مع ميليشيات ظلامية انقلبت على كل شيء وتعمل على سحق كل شيء في هذا الوطن من الهوية والتاريخ والقيم وحتى لقمة العيش وكرامة الإنسان. هذا أمر لا خلاف عليه، ولا خلاف أيضا على أن هناك مشروعا وطنيا مقاوما لهذه الميليشيا، لكن كل هذا لا يعفي الجميع من الوقوف بمسؤولية أمام هذا الوضع المخيف الذي يشكل الانهيار الاقتصادي أحد وجوهه السوداء بل أكثرها قتامة. لكنه بالطبع ليس الوحيد، فما يجري من تصدع ونحت في مشروع الدولة في المناطق المحررة وجه آخر للمأساة. بينما يقف الشعب عاجزا حائرا غارقا في هم لقمة عيشه، تقف النخب هي الأخرى عاجزة عن الكلام كعجزها عن الفعل، وهنا جوهر المشكلة وروحها. مفاوضات على وقع احتجاجات الجوع كما تقول صحيفة العرب الجديد. فعلى وقع اتساع التظاهرات في اليمن احتجاجا على انهيار العملة المحلية والدعوات إلى عصيان مدني والمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من البلد. تعقد مشاورات جنيف اليمنية الخامسة بنسختها الثالثة التي ترعاها الأمم المتحدة والأولى بالنسبة للمبعوث الدولي مارتن جريفيث. وقد بدأت الأطراف مع أوراق ملفات شديدة التعقيد والتدخل بين الأمنية والسياسية والإنسانية تتصدرها مواضيع بناء الثقة، على أمل أن يعود المشاركون بما فشلوا في العودة به في محطات التفاوض الثلاث السابقة من جنيف إلى الكويت. وأفادت مصادر قريبة من الوفد الحكومي المشارك في المفاوضات بأن الجانب الحكومي وبناء على طلب المبعوث الأممي شرع منذ أسابيع بإعداد رؤيته الخاصة بالمفاوضات والآلية
الإيجابية التي يراها للحل وموضوعات المشاورات الأساسية، ومثل ذلك جماعة الحوثي التي أعلنت تكليف لجنة سياسية من قبل الحكومة التابعة لها بإعداد رؤية الوفد المشارك بالمفاوضات عن الجماعة وحلفائها. وأكدت المصادر الحكومية ومثلها التصريحات الصادرة عن المبعوث الأممي وأعضاء مكتبه أن المشاورات تتمحور حول موضوعات بناء الثقة الأساسية، في مقدمتها ملف الأسرى والمعتقلين، وهو الملف الذي تشكلت على ضوئه لجنة تفاوضية خاصة خلال آخر وأكبر جولة مفاوضات شارك فيها الطرفان متمثلة بمشاورات الكويت. وفي السياق ذاته يأتي ملف الوضع العسكري في الحديدة على رأس موضوعات النقاش، إذ باتت المحافظة محورا للتطورات العسكرية والجهود الدولية الهادفة إلى التهدئة منذ شهور. القبلية الجديدة والتقوقع على هوية متجانسة وأزمة الديمقراطية، تحت هذا العنوان كتب المفكر المعروف فرانسيس فوكوياما مقالا أعدت صحيفة الحياة اللندنية نشر مقتطفات منه، حيث قال: قبل عقود قليلة بدا وجه السياسة الدولية يتغير تغيرا دراماتيكيا، فمنذ مطلع السبعينيات إلى العقد الأول من القرن الجاري ارتفع عدد الديمقراطيات الانتخابية من نحو 35 ديمقراطية إلى أكثر من 110 أنظمة ديمقراطية، وفي المرحلة نفسها تضاعف 4 مرات إنتاج العالم من السلع والخدمات، وطال النمو أصقاع العالم كله، ونسبة الفقر المدقع انخفضت من 42% من مجمل سكان المعمورة في عام 93 إلى 18% في عام 2008. لكن هذه المكاسب لم يقطفها الجميع، لكن الحال تغير، وفي الأعوام الأخيرة انحسر عدد الأنظمة الديمقراطية وقوضت الديمقراطية في مناطق العالم كلها. وفي الوقت نفسه فتلت عدد من الدول المستبدة على رأسها الصين وروسيا عضلاتها، وصارت دول بدا في التسعينيات أنها ديمقراطيات ليبرالية ناجحة، وصارت القهقرة إلى الاستبداد، ومنها هنغاريا وبولندا وتايلاند. وخلخلت الثورات العربية في عام 2011 الأنظمة المستبدة في الشرق الأوسط، لكنها لم تثمر إلا قليلا من الديمقراطية، فالأنظمة الاستبدادية احتفظت بسلطتها، وعصفت الحروب الأهلية بالعراق وليبيا وسوريا واليمن. لكن أكبر المفاجآت وربما أكثرها أثراً هي نجاح الشعبوية القومية في الانتخابات في 2016 في أقدم الديمقراطيات الليبرالية المملكة المتحدة، حيث اختار الناخبون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة حيث حاز دونالد ترامب نتيجة صادمة أو مزعزعة، رئيس يزدري أفكاراً وسياسات ومؤسسات هي في نواة السياسة الخارجية الأمريكية ما بعد الحرب الثانية في السابق الرئاسي الأمريكي. في الجولة الخاصة بترجمة قناة بلقيس للصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة لوكوريه انترناسيونال، والتي قالت إن إسبانيا تحظر تسليم الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، حيث قررت الحكومة الاشتراكية الجديدة عدم تسليم 400 قنبلة إلى الرياض، وهو عقد وقعه اليمين في عام 2015، وتعتبر مشاركة المملكة العربية السعودية في حرب اليمن السبب الرئيس لهذا الإخلال بالعقد. مرة أخرى يتخذ الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي جاء إلى السلطة أوائل يونيو إجراءات معاكسة لسلفه ماريانو راخوي حزب الشعب، فقد أعلنت واحدة من محطات الإذاعة الإسبانية الرئيسية بأن وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز قررت إلغاء عقد لبيع الأسلحة إلى العربية السعودية، وهي معلومة تؤكدها مصادر أخرى. يقول موقع الإذاعة إن 400 قنبلة جو أرض موجهة بالليزر توجد في قاعدة عسكرية بمنطقة أراغون في انتظار المشترين للاستلام، والسبب الرئيسي لإلغاء العقد هو اشتراك السعودية على رأس تحالف عسكري في اليمن بحرب أهلية خلفت عشرات الآلاف من القتلى. العقد كان قد وقع في 2015 في حكومة ماريانو راخوي بمبلغ 9,200,000 يورو، وتم دفعه بالفعل. ضياع الأرض وأرض الضياع، تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله في الخليج متحدثا عن الأرض التي نساها العرب في صراعاتهم الداخلية، وأضاف في جزء من المقال:
لم تكن أحوال العالم العربي في أي وقت أسوأ مما هي عليه الآن. لنتأمل بكثير من الصبر ما يجري من حولنا. الحروب الأهلية طاغية في المشهد العام من دون أن تخفي التشوهات والندوب العميقة في جسد وروح هذا العالم الجريح، بما يعانيه من الاستبداد والظلم الاجتماعي واحتقار المرأة وضياع الطفولة وانحطاط التعليم والأوبئة والأمراض، وباختصار هوان الإنسان بكل المعنى البغيض للكلمة. اللافت أننا حين نتحدث عن الحروب الأهلية تقفز إلى أذهاننا الصورة في سوريا وليبيا واليمن. عند هذا الحد يبدو الحرص كبيرا على الاقتصاد في التشاؤم، بمحاولة نسيان أن الصومال لم يبرأ من محنته تماما، وأن لبنان لم يزل محاصرا بالنار. ثم إننا نتجنب الاعتراف بأن مصر تخسر في دوامة الإرهاب من دماء أبنائها ومن مواردها ما يضاهي أو يفوق ما ينفقه أي بلد يعيش تحت وطأة الحرب الأهلية. وداء الإرهاب لا يستثني أي بلد عربي، إلا بمقدار ما تنجح الحرب الوقائية في تفادي الجرائم، وتكاد الحقائق لو سمح لها بأن تنطق فتقول إن الدم المصان أغزر كثيرا من الدم المسفوح، ولكن حفظه كلف أعباء باهظة من الموارد الوطنية خصمت من حساب التنمية البشرية والاجتماعية. والغريب المحزن أن الموارد المهدورة عربية في الجانبين، هناك حيث يمول الإرهاب وهنا حيث المجتمعات تدافع عن نفسها. غير أن المأساوي أننا في ضوضاء الإرهاب ومخاطره والحرب ضده كدنا ننسى ما كنا نردده حتى وقت قريب أنها قضيتنا المركزية، ولم نعد نعطيها الاهتمام الذي تستحقه، رغم إدراكنا أن هدف ابتلاع فلسطين يختبئ وراء هذا المشهد الفاجع، وأن أصابع الحركة الصهيونية مرئية في حرب يشنها علينا رجال ونساء من أبناء جلدتنا. نطالع في صحيفة التايمز البريطانية تقريرا بعنوان ترامب يتصرف كفة في الصف الخامس من الدراسة، إذ يقول كاتب التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث وزير دفاعه على اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، وقال اقتلوهم جميعا، وذلك بعد الهجوم الكيماوي على المدنيين العام الماضي، وذلك حسب كتاب جديد نشر حديثا. وأضاف أن التقرير كشف عن حوار بين ترامب وجيم ماتيس بعد الضربة الكيماوية، إذ طلب منه التخلص منهم، إلا أن ماتيس قال لأحد مساعديه سنكون أكثر عقلانية. وأشار كاتب التقرير إلى أن هذا الحوار قد نشر في كتاب بوب وورد، وهو صحفي ساعد في الكشف عن فضيحة أدت لاستقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، وجاء عنوان الكتاب الخوف ترامب في البيت الأبيض. ويكشف الكتاب عن كيف استطاع مجموعة من الموظفين رفيعي المستوى في البيت الأبيض تعديل قرارات ترامب أو إزالة أوراقه من على طاولته. وتابع كاتب التقرير أنه ورد في الكتاب أن الجنرال ماتيس أخبر العديد من أقرانه أن ترامب يتصرف كفة في الصف الخامس أو السادس، وأن جاري كوهين كبير المستشارين الاقتصاديين سرق رسالة من مكتب ترامب كان الأخير بصدد توقيعها، وتضمنت هذه الرسالة قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة المشتركة مع كوريا الجنوبية. وبحسب الكتاب فإن كوهين أقدم على إزالة الرسالة بهدف حماية الأمن القومي. وعن أخطاء الأطباء الكارثية، تقول القدس العربي أن جراحا أمريكيا نسي إبرة في جسم مريض أجرى عملية جراحية لقلبه تسببت في موته موتا بطيئا ومؤلما بعد معاناة لشهر كامل. وخضع جون بيرنس لعملية جراحية لقلبه في مستشفى تريستار استمرت 9 ساعات أجراها الجراح شريكو مارسوبر إمينان، وبعد انتهاء العملية اكتشف الجراح أن إحدى الإبر ناقصة، ما اضطره إلى فتح صدر المريض ثانية ليبحث عن الإبرة المفقودة 3 ساعات أخرى، وعندما وجدها لم يستطع رفعها وتصحيح الخطأ الذي اقترفه. وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها أقارب بيرنس أن الجراح الذي يحمل تصنيف 5 نجوم أعلى تصنيف للجراحين أعاد خياطة الجرح تاركا الإبرة في صدر جونسون، ما تسبب في سوء حالته الصحية تدريجيا خلال 30 يوما
ما منع جونسون من مغادرة المستشفى والعودة إلى منزله، ولم يتم إخراج الإبرة من جسمه إلا خلال عملية تشريح جثته بعد الوفاة. ملامح الطفولة البريئة تجذب عدسات المصورين لالتقاط صور لهم. صحيفة الديلي تيليغراف نشرت بعض ملامح الطفولة من مختلف أنحاء العالم بالإضافة لصور أخرى متنوعة نتابع. فن الكاريكاتير الذي يختزل الكثير من وجهات النظر على شكل رسومات ساخرة في كثير من الأحيان، ننشره لكم من عدد من صفحات الصحف العربية. فإلى الكاريكاتير. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.